بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم لبنات في قناة أم إسمهان وصالح لطبخ الحلويات. إن شاء الله تكونوا بخير ويقاكم فيديو هذا على خير. هنا اليوم جيتكم أنا بفيديو تاع تارت بال يعني بذوق الفريز. تارت يعني بسيطة للحفلات عيد ميلاد، تقدري ديريها لوليدك صغير ولا بنتك صغيرة. أنا درتها يعني تزيين بسيط، وتارت يعني في متناول الجميع. اي واحدة عندها ميزان ما عندهاش ميزان تقدر تستعملها وتفرح بها وليداتها. روحوا الوصفة نقولوا بسم الله. هنا انا استعملت 5 حبات بيض، فصلت الصفار عن بياض، ولازم البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ والسكر. استعملت 180 غرام تاع سكر اللي هي 9 مغارف. استعملت 4 في البياض و5 في الصفار. نخلط هذاك الصفار مليح مع السكر باش ما يتحرقناش، هذاك السكر هذاك ما يحرقناش الصفار. نخلطوه مليح، نطلعوه مليح بالباتور حتى يولي لنا ابيض. وبالنسبه للبياض نديروا له رشه ملح ونطلعوه مليح بالباتور. كما راكم تشوفوا يولي على شكل ثلج، يعني ما يطيحش كي نقلبوا الطبسي تاعنا ما يطيحش. هنا نروحوا بعد ما طلعنا كامل البياض والصفار، نروحوا للصفار نضيفوا له الفرينه بالتدريج ونخلطوا. كي نضيفوا للصفار الفرينه، من الفرينه عفوا ثاني عندي 180 غرام ما قلت لكمش، اللي هي 6 مغارف كبار بومبي، يعني بومبي معمرين للفم. نخلط مليح ونبدا نضيف في البياض بشوي بشوي. كي نبدا نشوف بلي الخليط يعني ولا يعني سائل، نبدا نضيف له في البياض تاع البيض بالتدريج. هنا انا عندي هنايا هذه المغرفه تاع اللوح جايه مسطحه ولا سباتولا اللي عندكم. ونخلط من الاسفل للاعلى، من الاسفل للاعلى. ما نكسرش هذاك بياض البيض باش ما يطيحناش الجينواز في الفور. واستعملت نصف كيس مع الفرينه، ضفت نصف الكيس تاع الخميره تاع الكيميائيه للفرينه مع هذيك 6 مغارف كبار بومبي. ونستعمل صفايه نغربل باش نهوي الفرينه والخميره. وكيما راكم تشوفوا راني نضيف في البياض بالتدريج ونخلط من الاسفل للاعلى. هنا راني غير مسرعه الفيديو برك، يبالكم بلي راني خلطت بالغصب، بصح راني انا نحرك بلا عقل كيما راكم تشوفوا هكذا. يعني اي وحده مبتدئه تقدر تستعملها وتنجح لها بربي ان شاء الله. هنا جبت صينيه، هنا الصينيه البلاطو اللي عندي درت له ورق الزبده. اللي ما عندهاش ورق الزبده تقدر تستعمل ورق الرص عادي. هنا درت هنا لازم السمك تاع العجينه تكون في الثلث، يعني يقعد لها حوالي 1 سنتيم ولا 2 سنتيم قسمة تطلع لنا الجينواز. كنت مسخنه الفور من قبل، ندير الجينواز طيب ما نفتحش عليها حوالي 40 دقيقه، نحلش عليها كامل باش ما طيحناش. وكي طيب نخليها نطفي لها، نشوفوها كي طابت تحمرت دات اللون هذا، نطفي لها الفور ونخليها في الفور حتى تبرد. هنا جبت سكين مسنن نقطعوا به الخبز. شوفوا هنا كيفاش جات مهويه، يعني فيها ثقوب. الطياب تاعها طيب كيما المسكوتشو، نار يعني مش ناقصه بزاف وماهيش قويه. انا هنا شربتها بالجي تاع تشينا. تقدروا تستعملوا سيرو، طيبوا ديروا 2 كيسان تاع ماء مع كاس تاع سكر تخليوه يغلي وتشربوا بها. انا هنا شربتها بالجي تاع ما عنديش الوقت، يعني درت هذه الحفله لبنتي يعني ثم يعني درتها حفله بسيطه، يعني ما كلفتش روحي. هنا نشربها مليح باش ما تجينيش لا تارت ناشفه. هنا بالحشو اللي استعملته درت كريم شونتي، ما درتش كريم زبده ولا درت حاجه خفيفه، يعني كيما قلت لكم يعني اي وحده ولا غير اي وحده تقدر تستعملها وتنجح معها ان شاء الله. هنا كيما راكم تشوفوا فيا راني نشرب فيها بالجي. واستعملت يعني كحشو فاكهه، درت تشينا، تقدروا تستعملوا اي حاجه اي فاكهه متوفره الموسم تاعها. هنا ندير في الوسط كريم شونتي، ما كثرش بزاف باش ما تجينيش لا تارت قهم، حلوه بزاف. نسيت برك في المقادير تاع الاخر، درت انا عطر الفراوله
تقدروا تستعملوا اي عطر، تقدروا تستعملوا تخليوها فاني، تقدروا تستعملوا اي عطر حبيتوه نتوما. هنا بعد ما درت كريم شانتي ندير هذيك التشينه البرتقال هذاك بعد ما قطعته مار صغار، ومن بعد نحط لاتارت القسم الفوقاني ونزيد نشمخو نبلو مليح بالجي ولا السيرو على حسب واش عندكم. هنا انا سرعت الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل، كاين مشتركات ما يحبوش الفيديوهات طوال، بصح هنا كما راكم تشوفوا في الفيديو كلش راه يبان طريقة كيفاش نستعمله. هنا راني ندير على الاطراف في الكريم شانتي، الكريم شانتي كامل نعرفو نطلعوها. تبغي طلعيها بكاس كريم شانتي مع كاس حليب بارد، ولا كاس كريم شانتي مع كاس ماء بارد، انا استعملت الماء كما راكم تشوفوا. هنا راني ندير غير بالمغرفه، ومن بعد نستعمل كما راكم تشوفوا. نغطي كامل الاطراف بكريم شانتي، ومن بعد نليسيها ونزيد نليسي الوجه تاع لاتارت، ونغطي الاطراف نغطيهم برقائق الفول السوداني، برقائق الكاوكاو ولا رقائق اللوز. ما عندكش تستعملي فيرميسيل ملونه يعني للاطفال، يعني الديكور يعود ليك. انا هنا الديكور اخترته سامبل يعني بالبزاف كما راكم تشوفوا. هنا راني ديسي فيها، ما عندكش هذه الاداه تقدري تستعملي غير مغرفه ولا موس سكين وانتي دايره لا تارت لولادك. ما تقوليش يعني حاجه واعره وروح نشريها، والله يعني من الافضل تخدميها في الدار خير ما تروحي تشريها. وما على بالك بلي لا تارت خدمتيها في الدار، وعلى بالك بلي نظيفه تروحي تشريها، ما عرفتش اصلا كيفاش تخدمت. تاكلي حاجه نقيه في دارك وتفرحي وليداتك. يعني ماهيش حاجه صعيبه. هنا كما راكم تشوفوا الحاشيه كامل نديرها ساير داير بكاوكاو ايفيلي كما راكم تشوفوا. هنا قعدت لي شويه تاع كريم شونتي، درتها في لابوش واستعملت هذو لي غوزاس على الاطراف، يعني كتزيين بسيط. ونستعمل في الوسط صراحه ندير سوبر كريم بذوق الفريز. ما عندكش سوبر كريم هذا تاع الفريز تقدري تستعمليها بالشوكولات، تقدري هكذا تعمريها بالفاكيا بلا ما تستعملي شوكولا وسوبر كريم. يعني كيما قلت لكم التزيين يعود ليك، انا هنا درت تزيين بسيط واش كان عندي متوفر في البيت. ما نكثرش انا ملاحظه برك، ما نكثرش سوبر كريم. كي نكثر سوبر كريم في الفلاتارت يعطينا ذوق المروريه، يجينا مر، لازم نديرو كوش رقيقه. وهنا ذوبت الشوكولا، انا هنا شوكولا ما ضفت لها والو، هي بالعكس ضيفي لها ناباج باش تقعد طريه ولا لا جولي، ولا ضيفي لها علبه تاع ياورت شوكولا هذا مكان باش تقعد طريه وتحطيها تبرد. من الافضل تحطيها في الثلاجه ما تكونش فيها ريحه ولا باش ما تجيبلكش الريحه تاع الفريجيدير تاع الماكله. هنا درت لها في الوسط شرائح تاع البرتقال ودرت خطوط تاع الشيكولا. ان شاء الله هذه هي لا تارت اللي حضرتها معكم. هنا الاطفال كامل راهم دايرين يستناو في حقهم. هنا درت لها ثاني في الاطراف كان عندي شويه بندق، درت لها تزيين تاع بندق.
هذه هي لاتارت، تجي مشربة، تجي بنينة، تهبل. إن شاء الله تجربوها وتفرحوا وليداتكم بها. خليكم مع الصور ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.